بسم الله. هذا الشيء انت وقع لك رشيد انت اخويا كتعيط عليا شي شهر؟ لا فسؤال شيء وقع لك هنا. وقع لي سبعة في شهر واحد مع الحد في العشية. باقي معاه في المحكمة؟ باقي معاه في المحكمة، باقي ما خرجتش شكاية من المحكمة. ما بغاش يوقرك. باقي وباقي كتحرم عليا بالمال، انا ما عنديش. واخا رشيد، اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء. عين حرودة. عين حرودة، جينا عند دوار حجر. هذا الشيء وقع في دوار الحجر؟ لا وقع هنا. لا ولكن هو بلاش يا رشيد. عين حرودة. جينا عند خونا رشيد اللي حس براسو تحقر مع واحد السيد كان خدام معاه. نقربكم من رشيد شنو كيدير. رشيد واحد السيد اللي حريف كيدور على الشركات كيجبد من عندهم ذوك المتلاشيات ديالهم، اي حاجه شاطت عليهم بغاو يبيعوها كيشريها، كرتون، ميكا، عود، حديد، الومنيوم، اي حاجه. رشيد كيفهم في هذا الشيء. كنعرفوا حنا بعض الحريفيه الله يحسن العوان تيكونوا الحرفه كاينه وراس المال ما كاينش. كاينين الناس عندهم الشكار كيدخلوا للدومين وهما ما فاهمينش، كيقلبوا على بحال هاد الناس، هما كيخدموا هو كيخلص يجيب الله النصيب كيقسموا، ولكن اللي دليمنا راه هو رشيد، راه الا ما جابهاش وتاوى عليها الاخر ما يعرفش ياخذها وما يعرفش من يبيعها. رشيد كيعرف مع من يشري وكيعرف مع من يبيع وكيعرف الثمن شحال وكل شيء. رشيد حريفي، كيجي واحد النار كيتخاصم مع موشكاره، كيتخاصم معاه على قبل واحد شويه ديال الفلوس، الاخر موشكاره كبر كرشو على شي ما ادري بيناتهم، ما بغاش يبيعو، قال لي بغيتو الا بغيتي يعطيه النصيب ديالو النص، حيت شحال تيربحو، راه كيشيط ليه غير 200 درهم 300 درهم كيعطيها لهاد السيد، 400 درهم 500، هذا معاه كيشدها معاه مصروف لوليداتو، وماشي كل ساعه كاينه السلعه. اذا خديتي من هاد الشركه دابا خاصك 3 ايام وانت الدور رشيد يلاه تلقى. واخا، السلام عليكم. السلام عليكم، تحيه للمغرب وبلادي الوطن. وكان ضربني النفس على الوطن تاعي وعلى بلادي، واللي اليوم تحقرت في المغرب تاعي وعزيز عليا. احسن واحد احسن واحد عزيز عليا هو الحكومه، الملك الله ينصره عزيز عليا في قلبي، كنبغيه وكنحبو وكنحب الوطن تاعي. الحرفة تاعتي انا شيفور، الشركات ما كيبغوش يديكلارو بيا، الشركة كديكلاري 56,000 ريال اللي عنده ربعة الاولاد، يخدم ب 56,000 راه حشومة وعيب، وما يبغيش يصرح بيا، كيقول لي نجربك. اما عندي شركات انوار، قال لك بقى بلاتي كنجربو، فكتجربني انا رويدة، كتجربني انا رموك، فكتعطيني السلعة 40 مليون 50 مليون كنوصل للكليان ونجيب لك فاكتورات والشيكات. حشومة الحاج، قال لك هذا الحاج فين هاد كاين واحد في الفيدير ما جبدوش، كنا نحرقوا دمنا بالليل وبالنهار 56 ولي مديكلاري بيا، كنطلع وكان الامان، كنطلع كنقول لها السي فلان ما نسميش راه في الفيدير وعنده لا تولي انا في عين السبع، والله ما بغى يتسوق ليا بحال انا يهودي، وكان قلب ايامات كورونا والمرض، تاكسيات والطوبيسات، كان بعض المرات نركب ولا ما نركبش، نضرب واحد المساحه حدا نركب، كنقول لها السي فلان راه هذا الشيء كامل اتجهتي للبيع والشراء. رجعت للبيع والشراء، البيع والشراء تا هو طحت في هذا المشكل كراف. بلاتي البيع والشراء شنو كدير باش كتجبد السلعه؟ البيع والشراء مع الناس المزيانين، كيلاقيهم الله مع الناس المزيانين، حنا مزيانين وكيلاقينا الله مع الناس المزيانين. عرفتك، ما تهضرش لي على راسك، هضر لي على البيع والشراء كيفاش كتاخذ، شنو هي السلعه اللي كتاخذها؟ كناخذ الكرتون، ميكا، عود، اللي كاين من بعد انا من المشاكل. الحاجه اللي عند الفاكتوره وعند البونصور ناخذها، والحاجه اللي فيها المشاكل ما نقدرش عليها. انا عندي ربعه الاولاد، شكون اللي غادي يجيب لي تا خبز؟ نمشي انا للحبس ووالدي ما مولفينش المشاكل. لا 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 لا، كنقلب انا على الحاجه نصور فيها 1000 ريال ونمشي ناكلها ونرتاح مع راسي، ما كاينش يجيو عندي الجدارميه يدقوا عليا ولا البوليس ولا لا. انا راه جبت لاكارت ناسيونال الكوميساريه تاع المحمديه، كاين واحد السيد ما كان كوميسير ولا ما نعرف، والله يعمرها دار لاكارت تاع الف تاعي. لا ما تولاش اه هاد السيد شنو وقع لك؟
تجيب ليه السلعه كيقول مشكل دابا المدري الداليه وشي ميكا هضرت معاه تمار في الشركه تاع المحمديه تغا تخصصوا على الفلوس تغا عليا جاب ليا المراق صوتتني هنا في الستاسيون وكتعيط عليا شهر ونص وبارك عليا الهضره الزوينه لا كذبت الله يطيرني على ربعة الاولاد الله يعطيني رموك يعجلني انا ما نبغيش الحوق راه عمري ما تحقرت راه 44 سنه هاد العام لا كملته ملي جات جا هنا وما انزل هو بالزرواطه وهي نزلت بالتيم مع النزله نزلت جات الطوموبيل قاتني مع السيد اللي واصلني شوف اش دارت ليا شوف شنقت عليا لحد الدم رجوتي جوج مرات مشيت شكيت لا عاود لي حكيت لما غنحكي غنحكي الله وضربتني شدتني ضربتني لقلبي وضربتني هنايا ولوجهي وكتنخم وتفل عليا وما تجمع حتى واحد السيد فيه السكر مصطفى راه معروف مصطفى المش في عين السبع حتى هو عنده شويه الفلوس تلاقيت معاه الاخر ما حملنيش صافي هو يدير المراه قالب قال لي سيري دقدقي هذاك قدام هو الزرواطه اشنا هي دي رجل فيك اشنا هي واش انا غندخل مرتي واش نجيب انا مرتي ما نقدرش علاش الله سبحانه وتعالى الانبياء مصين قال لك وياكم وياكم تاذيوا الناس هذه راه فيها تاك ديوتي ما نقدرش انا نديرها نقدر ما شاء الله الفلوس اللي خاصنا شحال تقريبا وهو احنا الفلوس مشات ما عندناش لا شو وثيقه ما عندناش لا شو وثيقه الفلوس مشات ويبعد مني وما يجيش وعلاش جاب لي مرتو صوتتني ما يجيبش لي مرتو تصوتني تلقي الدم دابا ركبني السكر ما عرفت كتشدني الخاسة هنايا القلب ما عرفتش وليت كنسخف كنطلع البروميل كنت ساكن في دوار حجر زنقة 13 رقم 616 ما كنتعداش على الناس كيف وكنسمح وكنزيد وكان بنادم لا بغى لقيتو عليا نعطيه جاكيتي في سبيل الله وغدا لقات جاكيت احسن منها كيبقى فيا بنادم معانا اول حاجة انا ولد الحلال اول حاجة والدي فقار وانا فقير واللي الحقرة ما تحقرنيش السي ابراهيم تجيب لي مرتك تصوتني وانا كنت دايرك خويا توليتي دير باغي تصيفطني للحبس وتضرب في كرشها ضرب في كرشها وتقول لي غنصيفطك للحبس ماشي حشومة عليك من جهة الله دير هادشي وانا يدي عمر ما تلاقات مع يدي لا تلاقات يدي مع يدها الله يعطيني طيح لي دابا يعطيني السلطان وطيح اللحم تاعي في الارض واللي هي تعدات عليا هي وراجلها انا بغيت لي من مرض الخايب ما يلقاوليش الدواء ولا اسمح غدا امام الله المحكمه دير خدمتها راه الناس تاع المحكمه كاينين الجدارميه كاينين رئيس الجماعه الضاوي راه كاين كاينين الناس مسؤولين كاين الملك الله ينصرو ليا وعزيز عليا كاينين الناس مسؤولين كاين من البوليس من الجدارميه من المقدميه من كل الناس المسؤولين مرحبا الله يحفظك رشيد شكرا رشيد اللي بالضيف رشيد باقي عندي وراك راه دوي معايا انا راه دوي معاك اللي بقى عليك شنو طحتي هنا يا رشيد اخويا سخافت وداني صاحبو داني صاحبي بالطوموبيل مصطفى المش في عين السبع راه حتى هو مسكين فيه السكر راه دابا حاليا دابا راه كيسواني في هذيك القضيه كيمشي للمحمديه كيسواني فيه السكر الله اعلم قلت ليه مصطفى سير دعي قال لي راه ولد بلادي معاهم احمر ولا ما نعرف قال لي ولد بلادي قلت لي مصطفى هذا جاي مرته ما بقاش ولد بلادي قلت لي شتي انا با واللي والدني يا رشيد وصلت معاه للقانون ولقيت الناس القانونيين واحد لاجود الله يدخلو الجنه تاع 17 عين حروده والقايد مسكين ها هو تاع دوار حجر الله يدخلو الجنه وعندك واحد لاجودان في اللويزيه الله يدخلو الجنه الناس تاع المحكمه ناس مساكن الله يدخلهم الجنه لا بوليس لا جدارميه لا قايد لا عامل ولا البوليس تاع المحمديه مشيت على لاكارت تاعي لاكارت ناسيونال عطاوها لي الله يجازيهم بخير شكرا رشيد وكنطلبوا اليوم بغينا الحق تاعنا جلالة الملك الله ينصره ويطول لي الله عمره راه عزيز عليا في قلبي وبلادي وبلاد وطني وعندي ربعة الاولاد ما عرفتش غادي يخرجوا لي الله اعلم انا كنموت على ارضي والوطن تاعي وبلادي والشعب مغربي خويا خارج المغرب داخل المغرب